المكان محطة عنابة للسكك الحديدية، الوجهة تونس الشقيقة. بعد 3 عقود من الزمن، ها هو القطار المتوجه نحو الجارة الشرقية يطلق صافراته معلنا بداية باكورة الرحلات. شباب وعائلات وفدوا على محطة عنابة لحجز تذاكر السفر، فالرحلة عبر القطار تجربة مثيرة وتتيح الاستكشاف. تسهيلات وجدها المسافرون بدءا بمراقبة جوازات السفر، ثم تفتيش الأمتعة قبل الدخول للعربات وأخذ الأماكن استعدادا لانطلاق الرحلة. أول تجربة لينا، إن شاء الله تكون مليحة للشعب كامل. سي مون غيف دوبي 74 ans. الحمد لله سهلونا الأمور، الحمد لله. إحنا ماذا بينا التردي ما يمشي تاع تونس. C'est moins cher à par rapport au Bakri. Il y avait des fraudes et tout ça. Je suis ready. Mais donc le train, c'est mieux. رحلات القطار بين عنابة وتونس سيتم رفعها تدريجيا لتصبح يومية، لا سيما مع الإقبال الكبير للمسافرين الراغبين في قضاء العطلة خارج الوطن، علما أن طاقة استيعاب عربات القطار تصل ل 300 مسافر في الرحلة الواحدة. الرحلات ستكون يوم بعد يوم بعد يوم، وإن شاء الله راح نكملوا نخدموا باش مع إخواننا التونسيين باش نعملوا عند تراشاك زور. إقبال كبير، أنا نفسيا كنت في رحت لتونس وشفت فرحة في عند إخواننا التونسيين، وشفت الفرحة هنا عند إخواننا الجزائريين، وهذا جسر جديد إن شاء الله يربط ما بين الجزائر وتونس. دخول قطار نقل المسافرين بين الجزائر وتونس حيز الخدمة، إجراء يعكس اهتمام السلطات العليا في البلاد لتسهيل تنقل المواطنين نحو الجارة الشرقية، كما يصب في مسعى توطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين.